انا الفنان العظيم الاستاذ زافر العابدين، اهلا وسهلا فيك في ارابيسك لندن. شو شعورك اليوم انت عم يعني تحتفل بمرور 30 عام على ظهور ام بي سي؟ اكيد سعيد جدا تواجدي اليوم احنا 30 عام من بدايه ام بي سي، مسيرة تميز بصراحة على طبعا المستوى الإعلامي مستوى الدراما، فطبعا سعيد جدا إن أشارك زملائي بالاحتفال وإني أكون موجود اليوم هنا. أستاذ ظافر، هل تعتقد إنه النجم السينمائي أو الدراما يعني وجوده بقنوات، خصوصا إنه كثير قناة إم بي سي هي طبعا بتنتج كثير من المسلسلات، هل تعتقد إنه هذا الشيء بيساعد على انتشار الفنان؟ اكيد، لانه ام بي سي، لان سواء على قنوات ام بي سي ولا على منصه شاهد، يعني انتاج درامي كبير في رمضان وغير رمضان، الان في كامل السنه على كما نقولوا المسلسلات الطويله، المسلسلات الرمضانيه والمسلسلات الان اللي هي فيها عدد ليمتد يعني من الحلقات. فاكيد يعني وجود ام بي سي على المستوى الدرامي في العالم العربي مهم جدا، واللي شفناه في السنوات الأخيرة هو تطور كبير بصراحة للدراما العربية، ومن الأسباب الكبيرة هي طبعا تواجد هنا في ام بي سي. شو أعمال الأستاذ ظافر حاليا الجديدة اللي ممكن نتوقعها، وخصوصا إنه بدنا إياها تكون اكسكلوسيف لعربيسك لندن؟ اكسكلوسيف الآن كملت تصوير فيلمي غدوة اللي إن شاء الله بيكون في قاعات السينما في السنة القادمة، لكن ممكن بيكون متواجد في مهرجانات قريبا إن شاء الله على المستوى العربي ومستوى العالمي. وبالنسبة يعني على مستوى الدراما طبعا الموسم الثالث من عروس بيروت اللي بدينا تصويره من بعض أيام. ممتاز، شكرا كثير لك على تواجدك معنا على منصة عربيسك لندن. شكرا، تحية.